اهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده من عالم توم وجيري. النهارده هنلعب ببجي دلوقتي. يلا مين نبدا؟ يلا ما علينا. انتوا فاهمين طالما ببجي يعني حكاياتنا. اصحابي اكتبوا تحت في الكومنتات ايه موهبه مش كل الناس عارفينها، اللي هي موهبه سريه او اللي هي سبيشال ابيليتي، اللي هي يعني حاجة مميزة عنكم كده، موهبة مميزة مش كل الناس تقدر تعملها. يعني مثلا حد يعرف يعمل صوت، يعني ما اعرفش صوت نياعة مثلا، حد عارف يعمل صوت شخصية معينة، حد يعني موهبة مميزة. ماريو مش قوي، بس سبونج بوب انتوا طبعا مش عارفين الصوت ده. اي موهبة مميزة عنكم يعني، لكن ده صوته الانجليزي. اكتبوا تحت في الكومنتات ما تتكسفوش، ده ببلاش، مش لازم تدفعوا، مش هينفع مش هتدفعوا فلوس عشان تكتبوا تحت في الكومنتات. يعني انا بعمل برامج كرتون، هو مش برامج كرتون بتتعرض على التلفزيون، لا هي حاجة تشبهها، يعني حاجات عندنا بيعمل فيديوهات يعني، بس مش بينزلها على اي موقع لينا يعني. طب لو عايزين تشوفوها اكتبوا تحت في الكومنتات مثلا. يا تبي موتني موت. بس فقول انت بقى موهبة مميزة. الانيميشن اللي هو الموضوع ان انا اعمل رسومات متحركة على اب. انا موضوع عندي ممكن اعمل سولف للمكعب، عارفين اللي هو المكعب اللي فيه الوان كتير ده، الروبكس كيوب. لو الروبكس كيوب ايوه، اللي هو بيبقى المكعب اللي فيه الوان ومفروض تحطه يعني عامل زي البازل كده، اللي هو المفروض المكعب اللي فيه كل الالوان ومفروض ترتبوا الالوان كل ناحية فيها اللون بتاعها المناسب. انت اصلا ماسكه دلوقتي؟ ايوه. بص صوته، صوته اهو. ايه في حد بيحاول يموتني؟ يعني هي كتير قوي. طب تيجي نقول حاجات كلاسيكية، الهيستوري بتاعت القناة، ازاي اصلا بدأناها؟ طب احنا قلنا قبل كده، اللي عايز يعرف ازاي بدأنا قناتنا والقصص دي شوفوا كل فيديوهات ببجي بتاعتنا، علشان اي واحد كلهم عشان احنا كل واحد قلنا فيه حاجة. ف شوفوا وين الفيديوهات. المهم احنا بدأنا قناة علشان كنا نفسينا نبدأ قناة على اليوتيوب، علشان عجبنا اليوتيوب. ما علينا، شوفوا بقى الفيديوهات عشان تتعمقوا اكتر في الموضوع. وادينا القناة بقت حلوة شغالة كويس وفيدي مشاهدات كويس، الحمد لله شكرا. وايه المكان العجيب؟ ايه؟ اجي اللي عشير. اجي عشير جبنة هو اشفر عصير، هو ايه ده بجد؟ مش عارف هو ايه ده؟ غاز؟ ده كولر كولر بارتي ليه؟ مش عارف. طب نقول ايه تاني؟ حكايتنا توم وجيري هي. لو عندكم قناة لو عاملين قناة عندكم على اليوتيوب اكتبوا تحت في الكومنتات عشان نشوفها. انا عارف ان في كذا حد كتب في الكومنتات واحنا بصراحة تجاهلناه. لا هو احنا ما تجاهلناهوش، هو احنا ما خدناش بالنا او خدنا بالنا بس نسينا. بس اللي عنده قناة بقى بجد اكتبوا تحت في الكومنتات وهنقرا كل الكومنتات ونشوف مين اللي عنده قناة وهنحاول نشوف فيديوهاتكم وكده. بس ولو شفنا فيديوهاتكم في الفيديو اللي جاي هنبقى نقول لكم. بس اكتبوا تحت ايه رايكم نبقى نقول اسمه القناه بتاعتكم في القناه علشان المشاهدين بتوعنا يشوفوا ويبقوا مشاهدين بتوعكم انتوا كمان. اوكي. وانا ينفع اعوم؟ طب انا لو عمت الناحيه الثانيه هيبقى ايه ده؟ البتاعه دي بتقرب فخدي بالك. انا اتحشرت مش عارفة اطلع اعمل ايه. حاولي تتلاقي، ما تخافيش اللي يلا تلاقي. صدقني اتحشر، ما فيش كلمة لايقة على تاني اهو. ايوه خفت بصراحة، فكرت اني اتحشر، خفت قوي. مالك مش راضية تروحي؟ مش عارفة اتحرك. اكتبوا تحت في الكومنتات كمان ايه لعبتكم المفضلة، مش اللعبة اللي هي البلاستيك بتمسكوها، لا لعبة على الجهاز. جيم على الجهاز. ايوه بالظبط. وبرده اكتبوا تحت في الكومنتات ايه لعبتكم المفضلة اللي هي بتتلعبوا بيها بالايد.
انا عن نفسي باربي طبعا باربي دي حاجة باربي باربي كلاسيكية باربي 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 باربي. انا ليجو. ايوه اخويا بيحب الليجو جدا. يعني فظيع. انا بحب باربي باربي حاجة باربي كلاسيكية باربي جدا باربي باربي يعني كل حد على الارض يعرف باربي 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 ما عدا اللي ما عندوش باربي. بحب باربي باربي. انا فاكرة ان انا لما كنت في سن اصغر شوية ما كنتش تعرفي باربي. كنت بقعد بلعب انا واخويا باربي. في حد بيضربني اليوم الكامل بالاربع والخمس ساعات متواصل. او يمكن بس ما كناش ولا بنالف قصص ولا حاجة. اللي هو كان اعمل لي سندوتش حاضر يلا نعمل عزومة يلا حضر الاكل انا اقعد 24 ساعة بنلم في الاكل بس لكن دلوقتي لما بنلعب باربي بقينا بنالف قصص فظيعة. علينا كبر يعني شوية فبقينا يعني نعرف نألف حد كسر. عمل حاجة إيه؟ لدماغ شخصية احنا اللي مخترعينها باربي. عندي بيموتني. عمل هاك لدماغهم علشان يحولهم كلهم لجنون ويحتل العالم. لكن ده في الاخر كان حد عمل هاك لدماغ الشخص ده. يعني بقيت قصص مجنونة سنة. بقيت بنعمل قصص فظيعة يعني قصص معقدة زي قصص الافلام اللي بتكسب اوسكار. انا اللي عجبتكم القصة اللي انا قلتها بتاعت الشخصية حد عمل دماغ لها هاك. هل حاسين انها تحتاج اوسكار؟ اكتبوا تحت دي هتبقى اوسكار على شكل جي. احنا عايزين نملى الكومنتات. عايزين نعدي في الفيديو ده يعني اكتر من 100 كومنت. عايزينكم يعني لو الفيديو ده جاب 1000 كومنت دي هتبقى حاجة عظيمة بجد. فساعدونا اكتبوا تحت كومنتات كتير. فكل الاسئلة اللي قلناها دي ما تكتبوهاش كلها في كومنت واحد. ما يعني كل الاسئلة اللي قلناها دي ما تكتبوش الاجابات بتاعتها كلها في كومنت واحد. لا يعني كل سؤال بكومنته. بصراحة انا كنت هقول لهم يكتبوا كلها مرة. ليه عايزين نشوف الكومنت كل سؤال اكتبوا اجابته في كومنت واحد. هي الفيديوهات دي فيها بليز يا شيخاتي راندوم كويستشنز وحاجات شيلة عجيبة وغريبة ومريبة وفظيعة. مش عارفة انت ازاي مركزة في اللعبة وفي الموضوع ده. مركزة اصلي ربنا بيبقى خالق البنات انها ممكن تركز في 500,000,000,000 حاجة في نفس الوقت. زي الام كده لو اللي هو يعني ممكن تغسل وتنظف وتمسح وفي نفس الوقت بتأكل البيبي وبتغير له التلفزيون وبتعمل أكل والحفاضة كمان وبتعمل أكل كمان ودي حقيقة بجد وبتتفرج على عالم دي أنا مزودها دي زيادة ماشي كينا فاقي لازم ما ركش من نابة مي 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 المهم ايوه احنا عايزين نقول حاجة بس احنا اسفين. هي ممكن نقول نكون قلناها كتير بس للي ما شوف الفيديو اللي ما شافش الفيديوهات اللي فاتت اهو. لو عايزين تعملوا لنا فريند ريكوست الروبلوكس اقول لكم ايه ما بنعمل لكم اكسبت لان احنا للاسف الفريندز فول انا عندنا فول وطعمي مش عارف انا عملت فريند ريكوست لحد من قريب مش عارف ازاي هيجي يعمل له اكسبت وهيقول له مش هينفع علشان الفريند ده عدو عدد الكافي للفريندز يعني انت ممكن تعمل فريند ريكوست بس اي حد يعمل لك اكسبت مش هينفع. هو احنا انا عندي خلاص 200 فريند ف للاسف 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 مش هقدر اعمل اكسبت تاني. فاللي عامل فريند ريكوست واحنا لسه ما عملناش اكسبت ابقوا اعملوا لنا فولو على روبلوكس وممكن نبقى نعمل لكم مفاجاه كده مره وانتم بتلعبوا نعمل لكم جوين جيم ونخش معاكم في اللعب بس. ف وانا لو اللي عامل لنا فريند تمام اللي مش اللي عامل لنا يعني اللي عامل لنا فريند ريكوست واحنا ما عملنا لهوش اكسبت لان احنا خلاص عندنا كل يعني العدد النهائي للاشهاب المشكله ابقوا اعملوا لنا فولو علشان نفاجئكم. عارفه ازاي جبت اصلا فريند؟ بصي انا جبت شغلت روبلوكس وعمال فريند ريكوست فريند ريكوست فريند ريكوست اصل ملهاش نهايه مش فللاسف انتوا اتاخرتوا ما دوستش فريند ريكوست ليكم اكسبت اسمها معلش بس برضه بعملوا لنا فولو
وكل مرة هنبقى نفتح روبلوكس هنشوف الفولورز بتوعنا اللي هو انتو اللي ما عملناش فريند بيلعب في لعبة ايه, وهنعمل لكم جوين مفاجأة عجيبة. فان فاكت, انا ما عنديش روبوكس. انا عندي روبوكس لان انا عملت لعبة, فاللي عايز يبقى عنده روبوكس اسهل حاجة. انتو من غير سكامرز وهاكرز وفيروسز. أيوة. مفيش طريقه تجيبوا بيها فري روبوكس. انا واخويا قعدنا ايام وقعدنا نحاول, مفيش اي طريقه. شركه روبوكس نفسها منعه اي مواقع بتدي فري روبوكس, عشان كده الشركه هتخسر. فاللي عايز يجيله روبوكس هي يعني بتبقى متعبه شويه, بس حاولوا تعملوا طريقة لعبه ممتعة. اعملوا لعبه وتتشهر. كلموا بقى اصحابكم اللي في المدرسه واصحابكم عموما بقى, واعزموهم ان هم يلعبوا اللعبه دي. كل ما اللعبه تتشهر اكتر وناس تلعبها اكتر هيجي لكم روبوكس اكتر. بس فدي انا عملتها, انا ما كنتش عارفه اول ان انا عملت اللعبه فور فان كده, لكن اتفاجئت انها فعلا اللعبه دي بتجيب روبوكس, وعرفت كده من على النت برضو بعد ما عملت اللعبه. فاللي عايز يجيله روبوكس اعملوا لعبه, بس حاولوا تعملوها يعني لعبه تشد كمان, يعني مثلا جيري بيرقص شفيق على كرسي سكويد وورد على تشير. يعني ايه سكويد وورد؟ ده شفيق بالانجليزي. شفيق اللي هو في سبونج بوب. سبونج بوب سكوير. فاضل 19 بس. يا انا قتلت 5 بحالهم بس. 5 بس 5 دول بس بالنسبة. طب انا ما بعرفش انا ببجي يعني ماشي يعني محاول. احنا اسمنا ايه؟ مش انتني مش عارفه. جم 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 صح؟ ما اسمناش كده. اظن ان احنا اسمنا مش على اسمنا ما اظنش ان انا اسمنا على الاسم. صدقني انا نسيت احنا سمينا نفسنا ايه بصراحه. انا يعني انا ناسي انا اسمي. لو عايزين في اي وقت واحنا بنلعب روبلوكس يلا عاملين لنا فريند ريكوست, يا ريت تعملوا لنا جوين علشان كده هتتشهروا. ممكن نكون بنعمل فيديو في روبلوكس وتتفاجئوا وتلاقوا نفسكم. احنا انتوا ممكن تسالوني, يعني انا كذا مره حد سالني بس ما كنتش بعمل كناش بنعمل فيديو. كان اخويا بيلعب في فن. يعني مش معنى ان احنا نادرا لما بفتح روبلوكس, هو يمكن الفيديوهات وعشان تشوفي كام روبوكس بقى عندي. يعني 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 فضل 10 بس هم اللي عايشين. عشان وانتي موتي 5 موتي الخمسة كمان خلاص بس كده هتكوني موتي مشهرة. لا هو في واحد بعيد قوي ثاني. مش فاضل كده غير 10 20 يبقى هم كده هيبقوا 15. ما فاضلش غير 9 بس. 9 بس؟ ايوه. يبقى كده هيبقوا وقتلت انا 9 14 فاضل 8 كده هيبقوا. ايوه وفي موهبه كمان سريه لاخويا بيعرف يعمل بيت بوكس. مش بهتم بيها قوي. لا بس بيعرف يعمل بيت بوكس. انت جاب التفت. ايوه بالظبط كده. طب اكتبوا تحت في الكومنتات اي سؤال واحنا لو شفناه ممكن نرد عليه. انا ممكن اعمل بصوت جيري مثلا. انا سؤال كبير يمكن حد هو انت فاكره اي سؤال في الكومنتات اصلا. يا مش اخوكي اخوكي ماشي. ايوه يا سلام. يا انا يا اجي موشي اصبر بس عشان فاضل 6 بس هم اللي عايشين وانا قتلت 7. 6 جبنات انت اكلت منهم. بس ارجع لطبع. شن خلتني احط صباعي في عين. هو في انهي سؤال في الكومنتات انت فاكراه؟ مش فاكره. كان نفسي ارد عليه بصوت جيري علشان المشاهدين يفرحوا. طب ايه فيلمك المفضل يا جيري؟ فيلمي المفضل انتوا ممكن ما تكونوش عارفينه, بس هو ممكن يعني ممكن مش بفكر في الموضوع قوي. فيلم توم وجيري 2021. افتكرته في فيلم جبنا الراقص.
جيمنا ركشة مين؟ انت بتسألي جيري؟ طبعا جيمنا ركشة هو المفضل. ما انت بتقول بجد. اوكي اسأليني سؤال ثاني. سؤال حظ. استنى. جبنة المفضلة؟ جبنة المجمنينة. ما انا عارف. استنى في بتاع حمرة طالعة كده معرفش. ايه دي؟ هي دي جبنة بتتبخر. ثانية الجبنة مش حمرة. لحسن يكونوا دهنينها بألوان تعمل. لا هي ممكن تبقى الجبنة اللي هي عارف جبنة الفلامنك اللي بتبقى متغلفة بالغلاف الشمع الأحمر دي. او ممكن تكون عارفة الجبنة اللي هي السودة الزرقاء اللي هي تحس انها معفنة سنة. جبنة الركفور. ايوه يعني عشان تعرفي دي ما بحطهاش كتير في الجبنة المجمنة. عارفة بتحط منها فتفوتة بس عشان تدي الطعم. ايوه يعني بصراحة بيبقى طعمها وحش لو كتشارج. ايوه خد الخمسة بس هما اللي عايشين. انا بقول مش ايوه ايوه قول ايوه. اصل جاري سعيدي معلش. سعيدي سعيدي وقلدر كمان. جاري عنده اصول صعيدية ف اتولدت في الصعيد بس شافت. ده مش حقيقي ده مش حقيقي محدش شاف ده ده مش حقيقي بجد ده مش حقيقي ده مجرد بس قصص خرافيه بتاعت جاري لكن مش الحقيقه. فانا بس كده لكن شفينا مش بعدين وانا اتولدت. كل الكلام ده مش حقيقي. ايوه دي في اصولي انا كجاري. يا جاري لكن مش كفي الحياة. وانا مش كنت لا انا نفسي اكمل. اوفي بقى كان نفسي اكمل. الكلام اللي انت بتقوله عليك يا جاري ده اصلا مش حقيقي انت بتقلب صح. ويا صعب يا رب يكون الفيديو عجبك وتنسوش لايك وكومنت وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم وزي فيديوهاتنا. باي.